السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم فيديو جديد عن أبطال وأعمار مسرحية علشان خاطر عيونك. لو أول مرة على قناتي أعمل لايك للموضوع ودوس على زر الجرس علشان كل الجديد يوصلك. الفنان فؤاد المهندس، اسمه الحقيقي فؤاد زكي محمد المهندس، تاريخ الميلاد 6 سبتمبر 1924، تاريخ الوفاة 16 سبتمبر 2006، العمر 82 سنة، مواليد حي العباسية. الفنانة شريهان، اسمها بالكامل شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني، تاريخ الميلاد 6 ديسمبر 1964، العمر 59 سنة. الفنانة سهير محمد يوسف الباروني، تاريخ الميلاد 5 ديسمبر 1937، تاريخ الوفاة 31 يناير 2012، العمر 74 سنة. الفنان محمود الجندي، اسمه بالكامل محمود حسين الجندي، تاريخ الميلاد 24 فبراير 1945، تاريخ الوفاة 11 إبريل 2019، العمر 74 سنة، مواليد أبو المطامير. الفنان المنتصر بالله رياض عبد السيد، تاريخ الميلاد 21 فبراير 1950، تاريخ الوفاة 26 سبتمبر 2020، العمر 70 سنة، مواليد القاهرة. الفنان فؤاد أحمد محمود علي، تاريخ الميلاد 27 يناير 1936، تاريخ الوفاة 15 أغسطس 2010، العمر 74 سنة. الفنانة سميحة محمد، تاريخ الميلاد 24 يوليو 1920، تاريخ الوفاة 22 ديسمبر 1995، العمر 75 سنة. الفنان جمال شبل، تاريخ الميلاد 20 أغسطس 1930، تاريخ الوفاة 30 مارس 2003، العمر 72 سنة. الفنان يوسف عيد، تاريخ الميلاد 14 نوفمبر 1948، تاريخ الوفاة 22 سبتمبر 2014، العمر 65 سنة، مواليد القاهرة. الفنان غريب محمود، تاريخ الميلاد 14 نوفمبر 1948، تاريخ الوفاة 22 سبتمبر 2014، العمر 65 سنة، مواليد القاهرة. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.